وانت عايز تتجوزها يا رجب؟ ايوه ان شاء الله يعني. انت عارف انت بتعمل في نفسك ايه يا رجب؟ عارف عارف. كل يعني حاجة. انتوا الاثنين متفقين مش كده؟ واضح كده يعني. لا والله ده انا يعني انا مكسوفه قوي. انت مكسوفه؟ ايوه. انت حلوفه. لا والله انا بنت كسوفه، وبعدين احنا مش متفقين ولا حاجه. ده انت فاجئتني يا رجب والله. والله وانا بتكسف زيها يعني، وانا تحت امرك في اي حاجه فريده هانم، يعني اللي تطلبوه انا عينيا ليكوا. طيب يعني انتوا بقى متفقين مع بعض، طيب ناويين على ايه؟ يعني اللي حضرتك تشوفيه واللي تقوله لنا احنا هنعمله يعني ان شاء الله. وهو يعني مرتبه حلو والدنيا معاه جميله ان شاء الله. لا هو مرتبه مش هيقضي حلل المحشي اللي انت هتاكليها كل شويه والرنجه اللي انت بتشويها كل شويه، مش ممكن هتقضي. ليه كده؟ ليه تكسفيني قدام عريسي؟ وبعدين محشي ايه ورنجه ايه؟ ده انا من ساعه ما دخلت بيتك ده وانا خسيت النص، واصلا انا عامله دايت الكيتو. كيتو؟ بس مش كيتو، اسمه كيتو دايت. انا عارفه على فكره ومش جاهله، الكيتو ده بتاعكم انتوا، انا عامله دايت مخصوص ليا. الكيتو ده يعني ان انا اكل كل الاكل، واللي يقول لي ما تاكليش ابقى انا كيتو. ضحكت يا شوف، يعني انت موافقه ما دام ضحكتي يا حبيبتي؟ لا ما انا ضحكت، ده انا موافقه. انا مالي في ايه؟ انا لسه ما قلتش شروطي. انت عندك شروط انت؟ اه طبعا. ايه ان شاء الله شروطك دي؟ انا هدفع مهر 5000 جنيه. وحضرتك تحضري الشقه اللي فوق السطوح من كافيه تشيه. طب امشي اطلع بره بقى. ليه ليه بس كده؟ امشي اطلع بره، ما حدش يطلب حد كده ولا طلبات بالطريقه دي. انت فاكر روحك ايه؟ تكيه؟ كويس. معلش انا اسف. معلش هيعيد الكلام تاني، اطلب كويس يا راجل. عايز ايه؟ كافيه تشيه، انا عايز كافيه. يعني ايه كافيه تشيه؟ يعني اولا كده الاجهزه الكهربائيه كلها عليك ان شاء الله تتكهربوا انتوا الاثنين. ها اوضه النوم ليا فيها سبيشال ريكويست، يعني متطلبات خاصه. يعني ايه هي ان شاء الله؟ اولا السرير عرضه 160. لا ثانيه واحده. ايه يا ابني بتعمل ايه؟ ربع. بصي خليه 500، خلي العرض 500، لو في حاجه زياده هبقى اعملها للنونة. نونة ايه؟ وانا كمان عايزه حاجات. انت يعني لازم بقى تجهزيني زي كل ام ما بتجهز بتاع، عشان انت مقصره في حقي قوي. انا مقصره في حقك؟ انا عايزه يا اكله يا نكاره. انا عايزه 67 مدايه و67 فوطه و67 كوفيرتا. ليه هتبقيهم؟ لا ده ليا انا عشان استخدمه، وغير طبعا طقم الخشاف وطقم الجيلي، وعايزه مكنه الايس كريم عشان ما اقدرش اعيش من غيرها. طب ايه رايكم بقى ان انا موافقه؟ احلفي بالله. والله العظيم موافقه بجد. مش يا رجب وافقتي يا رجب وافقتي يا رجب. هي وافقتي يا رجب. هي وافقتي يا رجب. هي ربي يخليكي ليا، اروح اعمل الشربات على طول واجي. تعال استنى. وافقتي يا رجب. استنى يخرب بيت عبطي.